حطت فجر اليوم أول طائرة خاصة لنقل الجزائريين العالقين بمطار دار البيضاء بالمغرب بعد تعليق الرحلات من قبل البلدين كإجراء احترازي لمواجهة تفشي كورونا وأورد الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندروسي للبلاد أن أول طائرات ما يرسلها لإجلاء الجزائريين العالقين بالمغرب وصلت في حدود الساعة الرابعة صباحا من نهار اليوم الأحد على متنها 360 مسافرا ووفقا لذات المسؤول فإن طائرتين أخريين من المنتظر أن تتوجها إلى المغرب في الساعات القليلة القادمة لنقل بقية الجزائريين الذين ما يزالون عالقين هناك